خويا الموتشو. لا بالعكس غنقول لك با الموتشو، حيت راه كبرتي وبديتي تخرف. اسمع الوالد، انا اللي كتهضر معايا عاود بلا ما قلت انا، راه من كنت صغير كنت باغي نكون طبيب، ومن كبرت لقيت راسي وليت سبيطار. يعني الا كنتي انت احمق انا اللي غنكون الكفيل ديالك. اخر فيديو درتيه طلعتي وبديتي كتخسر الهضره وكتقول شي حوايج اللي هي من الفراغ وباطل، والناس خير دليل جاوبتك في لي كومونتير وشتماتك وسباتك، لانك كيسحب لك كتهضر مع شي واحد صغير. راه كتهضر مع فؤاد فليكس والمغرب كامل كيعرفو، وكيما كتقول على راسك انت بطل راه انا بطل، والناس كتعرفني كيما كتعرفك، غير الفرق اللي بيناتنا الناس كتعرفني بعقلي، انت الناس كتعرفك اوبسيكات اوبسي فرفر. هذا الفيديو اللي درت هذه المره هذه اخر فيديو غنجاوبك به، وما باقيش غنجاوبك واخا طلع برجليك في الحيط، حيت عرفتك باللي انت راك مريض. واش لا فامي كي داير؟ صافا مزيان، كنتمنى من الله تكونوا في احسن الحالات. معكم فؤاد فليكس كالعاده بموضوع جديد. كما وعدتكم ما كاين غير الجديد، ما كاين غير الموتيفاسيون. موضوعنا اليوم الدراري كما شفتوا في العناوين اللي هو الموتشو رشيد. مؤخرا المتابعين ديال فؤاد فليكس صيفطوا لي ميساجات على الانستغرام ديالي، كندخل كنتفاجئ بانه دار فيديو عليا. هذا الفيديو هذا جاي من فراغ، الانسان ما لقى باش يواجه فدخل ودار واحد الفيديو. انا غنحط لكم الفيديو تشوفوه الدراري كاملين. والمشكله ان الناس جاوباتو، انا ما كنتش باغي نطلع من شت لي كومونتير ديال داك الفيديو، ما كنتش باغي نطلع ندير فيديو كاع، ولكن الناس قال لك جاوبوا. غنجاوبك بالخبط ديالك. اول ما غنهضر على هذا الفيديو غادي نحط الفيديو اللي درتي للناس يشوفوه، ومن بعد غنجاوبك انا. دابا نقول لكم واحد الكلمه كنوجهها لواحد السيد اللي عمري ما جبت سميتو، دابا غنجبد سميتو، اللي هو كيتسمى فليكس فؤاد فليكس شي حاجه، ديك السميه اخرى انا ما حافظش. دونك هاد السيد هذا كي كلاشي هو دريب المعجزة اللي هو رشيد. أنا غنقول لكم علاش هاد السيد ناض ودار هاد الشي كامل على قد دونك. في 2004 بعين السبع كنشد واحد الكلوب، وكان من ضمن الناس اللي كيترينو عندي بزاف الأبطال، دابا اللي ولاو هما أبطال، ديك الساعة ما كانوش أبطال. منهم هاد السيد هذا قبل ما يجي انه يمشي الامارات او يمشي يدير قناه او يمشي المدرب في 2004 كنت انايا مع قياس السبعه ديال العشيه الثمانيه، يعني راس القلب يساري وقعد سعود واسمع اصواتا في البيستياف. ها كنسمع شي اصوات اللي هي اصوات فيها شويه حنين هو الانين. يا هاد ما ينفعش كده، هاد الكلام ده في والعياذ بالله. ومن هبطت انا كنقرب الصوت غادي كيكثر غادي كيكثر غادي كيكثر، وكانت مفاجأة اني وجدتهما بطلين في حالة تلبس. بتحطي نفسك في مواقف بايخة وحالة لما نقول اشبك. كما سمعتوا لا فامي ان السيد كيقول عليا انني انا في 2004 كنت من الناس اللي كتريني عنده وقبل ما نكونوا ابطال. وهذا السيد كان مدرب وبريبارا بينا في كازابلانكا، يعني في حي في درب سلطان وقيلا ولا بحال هكا، وقال لك هو ما غايسدوا لاصال مع 8 ولا 9، هو ما مركزش في الوقت، وقال لك باللي سمع شي اصوات ودخل، وقال لك لقاني انا وشي بطال كنديروا شي حاجه ماشي هذيك، وسمع شي اصوات وقال لك تم طردنا من ذاك الجيم. واخا سي الموتشو انا من هضرت اول مره عليك هضرت على داكشي اللي كتخرج دوك التفاهات ديال كولو البيض بقشورو كل، فما هضرتش عليك انت كشخص، هضرت غير على داكشي اللي كتخرج. المره الثانيه من طلعتي بفيديو ما جاوبتنيش انني ما جاوبتنيش على دوك الانتقادات اللي انتقدتك، انك توضح انك انت اللي على صح وانا اللي كذوب. طلعتي جاوبتيني انني سافرت وهاجرت وخايل البلاد وكذا، يعني هربتي من الموضوع، عارف راسك غلط. طلعت جاوبتك ووضحت لك انا خرجت على البلاد انني نخدم وكذا، والهجره راه حق علينا وهذه وهذه، فما لقيتي باش تجاوب تسدوا لك، مشيتي الخبط ديالك اللي انت اصلا كتعيشو عندك هنا في دماغك، وبديتي كتهضر وكتقول راه الناس كلهم سمعوا الفيديو. انا في الاول جاوبتك كشخص وما بغيتش نهضر لك على الجانب اللي خبيت عندك، لكن انت هضرتي من فراغ. المشكله هضرتي على واحد الشخص اللي هو حتى هو بطل المغرب من ابطال المغرب ومعروف وتقنيطره والناس كلهم كتعرفوا، يعني بديتي كدوي جبتي على راسك الكومونتيرات اللي الناس كومونطاو لك في هذا الفيديو كله شتيمه وسبان، والناس اللي غيتفرجوا في هذا الفيديو غيدخلوا لك الفيديو وغيشوفوا لي كومونتير، يعني
حطيتي راسك في موقف خايب بزاف. كنتمنى اللي حداه شي وليد صغير ما يخليش يتفرج معاه، لان هذا الفيديو انا غنخليه يشوف الخبط ديالو هو ويسحب ليه باش ما يسحبش له كاع الناس راه بحالو. اول حاجه غادي نقول لك باللي كلشي اكتشفك انك في هذا الفيديو عكدبتي، حطيتي راسك في موقف لا حول ولا قوه الا بالله. وغنقول لك ونبرهن لك باللي ماشي الناس كلهم بحالك. الا قلتي عليا هذه الهضره هذه فراه انت اللي كتعيشها، وكل واحد كما كنقولوا كيشوف الحوايج على حسب المنطق اللي عنده هو وشنو داكشي اللي عنده في دماغه وشنو داكشي اللي كيعيش. نمشيو نشوفوا الفيديو الاول ديالك غير باش نبين لك لي فيديو اللي غنحط انك راه انت اللي مريض بهذا الشيء، هو كيسحب لك كاع الناس بحالك. عندي عرضت علي انها تكري لي الدار مثلا، تكري لي الدار وبقى انا وياها في الدار ونخدم معاها في الدار، ولكن ملي مشيت معاها للدار ولات هي ما بغاتش تريني، وانما بغات تمارس عليا الجنس بطريقه وحشيه وتكتفني مقابل 5000 درهم في النهار. يا ضنايا دابا انت كتقول بانك مشيتي عند واحد السيده للدار ديالها على اساس انك تريني بها، لقيتيها ما بغاش تريني بك، ما بغاش تريني عفوا بها، انت باغا غير تمارس معك داكشي اللي كتقول ما بغيتش نذكروا واحد الناس معهم وليداتهم، و لقيتيها باغا تتعامل معك بوحشيه وكذا، ومع ذلك انت قبلتي لانك انت كتقول انك المدرب المعجزه وباطل. فكيفاش غدير هذه السيده هذه انها امراه مع العلم ان الله عز وجل كيقول ان الرجال قوامون على النساء؟ انت بطل وراجل وكتقول بطل المغرب وكتفتخر بها، امراه عارفه انت شنو باغا منك لكن وافقتي، وفي الاخر كتقول لنا حقرت عليا. شو كيفاش شنو باغي شنو؟ راه انت اللي خبيت، انت اللي باغي هذا الشيء، هذا انت اللي موسخ مقابل الفلوس دير اي حاجه. من انت خبيت ما يسحبش الناس قال لهم خبات وتبقى تهضر على الناس بالخبت. نزيد نوضح للناس فيديو اخر، سمعوا معايا الدراري. هذه واحد مرأة كبيرة في اللاج وطويلة وعامرة، ولكن عزيز عليها الطريقة هذه، وكتشد الغريزة ديالها خاصة تقريبا عندها يوميا، أغلبية كتجي يوميا. وأنا في الأول ما بغيتش، ولكن ملي شفت أنا مبلغ مالي داك 5000 درهم ومبلغ مغري يوميا صافي وفقت كتجي عندي هيايا. كما سمعتوا قال لك باللي هاد السيدة هذه عطاتو المبلغ ديال 5000 درهم على اساس انها هي عندها ديك كما كنقولوا شذوذ جنسي، وانها غتبقى تجي عنده كل نهار وغتكري له وغتمارس عليه بشي ديك الشراسه اللي كيقول هو وافق. علاش؟ قال لك مقابل ديك 5000 درهم انا وافقت. فاذا انت ماشي هي كتشدك بزز، انت موافق على انك تاخذ 5000 درهم. يعني في الاخر في الاول في الاخر انت على حسب الفلوس دير اي حاجه. ففي الاخر ما تبقاش تقول لنا عاونوني وانا كنت كدا وحقا وتشوفوا من حالي، راه انت اللي مشيتي، راه ربي الله عز وجل كيقول لك ولا ترموا بانفسكم للتهلكه. انت رميتي راسك مقابل الفلوس وفي الاخر بديتي كدير فيها حقا الانسان البارئ. واحد القضيه اخرى نخليك تشوف واحد الفيديو ثاني اللي كدار كتفرج معنا دابا، شوف الفيديو الاخر. من بعد كتعطي واحد المشروب كناخذو، كنلقى راسي مكتف في الايام الاولى، كنلقى راسي مكتف لان ما نشوف قبل انا نتكتف، ومن كتلقى راسي مكتف وكتعاود كتقول لك دير هذا البوز دير هذا الشيء دير هذه، كتبقى تكمش فيا وتضربني بواحد عندها واحد لاباري جايبه معاها فيها بزاف الحوايج. كتشربك واحد المشروب كتدوخك به، كتلقى راسك ناعس شويه، كتفيق كتلقى راسك مكتف، وكتبقى تقول لك دير لي هذه الحركه ودير لي هذه الحركه. كي غدير هي تكتفك ومن انا كنعرف الانسان اللي مكتف ما كيتحركش، كيفاش هي مكتفك وكتقول لك دير لي هذا البوز دير لي هذا البوز؟ انت مالك انت عجينه غتخرج من وسط الحبل؟ انا كنعرف اللي مكتف ما غيتحركش، مكتف وكتقول لك دير هذا البوز هذا البوز. من الاخر اصاحبي راك انت كدير داكشي بارادتك، راه انت اللي موسخ، وحيت موسخ كيسحب لك الناس كاع موسخين بحالك. هذا الجاري ما بغيتش نهضر فيه، انا كنت كنتعاقف معاك فيه، لكن انت من طلعتي موسخ وكتجبد الناس بالخبط وفي الباطل انت دبرتي فيها، تقبتي الورقه معايا وما عرفتش بلي انا اقصى حوجه ونمشي معك فين ما بغيتي في الخيخ، ما عنديش مشكل. كنعرف راسي ما بقاش نهضر في هذا السبور، نهضر مع نقابلك غير انت. نزيد واحد الفيديو اخر باش نوريك الخيخ ديالك. كتخدم بهذه الطريقه عندي وحشيه وانا صابر، و بقيت معاها بهذه الطريقه هذا الشيء اللي بقيت معاها تقريبا مده 3 شهور دابا، وشفت تقريبا 3 شهور وهي ساده عليا ما كنخرجش، يعني كتجي عندي هيايا وكتمشي كتجي عندي هيايا وكتمشي كتجي عندي هيايا وكتمشي بهذه الطريقه هذه. كما سمعتوا الاخوان كيقول لك ساده عليه في الدار 3 شهور وكتمارس عليه بوحشيه. انا كنعرف انسان كيتريني وراجل يتمارس عليه كما كنقولوا شي حاجه اللي هي بوحشيه مره ولا اثنين، غيحاول داك الشخص من يجي عنده، راه ملي كتكتفك كتسالي منك كتمشي كتخليك بحالك عادي. انت كتقول هي ملي كتجي كتعطيني نصر بعد كتكتفني، يعني قبل ملي كتجي عندك كتلقاك بحال يديك ورجليك، فنورمالمون تشتات انت تقدر تضربها ولا دير لها اي حاجه ولا تكتفها وتعيط للبوليس ولا تخرج تهرب. 3 شهور اجمي ما هربتيش،
ثلاث شهور حيت انت خلي اخونا يمتنع عنه مرة غيبات كتمتنع على واحد حاجة ولكن انت عندك رغبة فيها مريح في ديك الدار. اذا انت باغي داك الخنز انت باغي تمارسو عليك الطقوس من الاخر مقابل 5000 درهم فهمتيني؟ راه انت اللي باغي بلا ما تبقى تقول لعباد الله حقا والواد وحقا وانا ما كاين لا حقا لا والو. انت موسخ في عقلك انت باغي الفلوس مقابل اي حاجة. المهم شوف واحد الفيديو اخر ديالو كتمشي بهذه الطريقة هذه وكل مرة كتعطيني نعمل معاها الشكل يعني المرة كتقول لي دير شي حيوان مش مثلا ودير كلب ولا كما سمعتوا الاخوان كتقول لك باللي بقى معاها بحال هكاك وكل مرة كتجي عنده كتقول له بغيتك اليوم بحال المش غدا بغيتك بحال الكلب بغدا بعد غدا بغيتك بحال الدب. دابا انت راجل وباقي عندك الوجع انك تطلع في السوشيال ميديا وتشرح للناس دروس ديال تاكلوا البيض تاكلوا الزعفران ديروا القهوة ديروا بيبسي ضرب المونيكس الكالسيوم. دابا بغيت نعرف واحد القضية طلعتي كتهضر على الناس اللي على الاقل طلعت دير محتوى كديروا على سبور ولا كديروا على هذا ولا انت واش عندك الوجه باش تطلع بعدا دير محتوى بحال هذا للناس. الله عز وجل قال لك اذا ابتليتم فاستتيروا واستر راسك وما ديرش عليك شوط غدا يوم القيامه. دابا هذا حتى هو محتوى طلع انت ولا هاد شوف تي في هذه ديال المرقه اللي طالع حاطه التفاهات هذه. المهم واحد القضيه اللي سطاتني انا غنخلي لكم الفيديو ديال هذه لقيتوا الحل قولوا لي. ما نبحثش في الفياغرا بحال الله لما هي مشروب اللي زعما السيده لاباس عليها مليار ديرا. نعم. والسيده لاباس عليها بزاف وانا ما كندخلش نعرف التفاصيل. انا المبلغ المالي عندي هو اهم حاجه. استغلت الظروف ديالي. كما شفتوا دابا بعدا هو كيسقيه نواره غتنوض شجره غتنوض. كتسقيه عايش في جهنم من دابا كيتحاسب في الارض باقي ما وصلش ليه. المهم داك شغلك مع اللي خلقك. كما سمعتوا قال لك هو ما كيدخلش معاه في التفاصيل ديال هذاك المشروب اللي كتعطيه. في الاول قال لك كتعطيني مشروب كتنعسني كنفيق كنلقى راسي مربوط. دابا قال لك ولات سمعتي التناقض في الهضره كتعطيني داك المشروب ما عرفتش شنو هو فياغرا ولا ما عرفتش شنو هو قال لك كنشربو قال لك كنولي هايج. دابا ركز معنا السيل موتشو واش كتعطيك شي حاجه تشربها كتلخيك تنعس باش تلقى راسك مربوط ولا كتعطيك شي حاجه تشربها كتهيج. دابا حنا كنسمعوا مشروب شويه كنسمعوك نعستي وربطاتك شويه كنسمعوا داك المشروب كيهيجك ما فهمتش اشرح لنا انت مراضي على داك الواقع مقابل 5000 درهم ودابا طالع كتشكي على ديك السيده وكطلب منا حنا نتعرفوا معك. واخا غنتعرفوا معك باش مشو نرجعوا لك شرف. انت قادر تطج على ثلاثه اربعه العيالات تقسمهم. انت كتقول انا كنتريني وبطل العالم وبطل المغرب انا كذا مرا غلباتك راه ما تقولش انها مارست عليا الطقوس. قول انني انا اللي حط راسي لها مقابل واحد المبلغ وقدره ثلاث شهور وانت معاها. هاد ثلاث شهور كل نهار كتقول ب 5000 درهم كره صاحبي خرجتي درتي شركه لراسك. دابا تقربك صاحبي ودير عقلك. هي كتعطي الفلوس مقابل واحد الحاجه وانت رضيتي بالفلوس مقابل انك تعطيت انت واحد الحاجه. واحد زائد واحد تساوي اثنين. فين كاين المشكله صاحبي؟ فالدراري هذا هو البلان. كنتمنى من الله تكون ان هذا الفيديو النهايه ديالو هي هذه. ما بغيتش نزيد نهضر كثر لان ما كنتش غندير هذا الفيديو. طلبوني غير الناس اللي متابعني لان هذا السيد هذا بسل بزاف. ونصيحه مني ليك الله يهديك دير شغلك رجع للدومين ديالك رجع للتمرين والتدريب ديالك راه تقدر تجيب النطر في الخبز حلال. حسن ما تلاح التفاهات الخاويه وحسن ما تقاتلوا حراسك يتمارسوا عليك الطقوس. هذا هو البلان الدراري وكان معكم فؤاد فليكس. اديوس.